مرحبا بكم متتبعي شركة بي اس تي على اليوتيوب. اليوم قمنا بحفر بئر حقيقي لأحد زبائننا من مدينة شيلابينسك هنا في روسيا. هنا استعملنا آلة الحفر جي بي يو 80L التي تحفر إلى 150 متر، وقمنا بحفر إلى 30 متر على حسب طلب الزبون. هنا استعملنا قطر 200 ملم. أثناء الحفر استعملنا رأسي حفر، رأس حفر ذات 3 شفرات، وقمنا بالحفر إلى 30 متر. بعدما قمنا بالحفر أنهينا الحفر، استعملنا رأس الحفر ذات شفرتين لنتمكن من حماية جدران البئر من التساقط. بعدما أنهينا الحفر قمنا بإدخال الأنابيب، قمنا بإدخالهم يدويا. الأنابيب ذات طول 2.5 متر. بعدما قمنا بإدخال الأنابيب كلها، قمنا بإضافة الحصوات على جدار البئر لكي لا يتساقط. هنا للتنويه، الأرض هي أرض طينية تتكون على حصوات. قمنا بإدخال المضخة داخل أنابيب الماء، وبعد ذلك قمنا بتجريب البئر لصاحب المحل. ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل معي عبر الواتساب أو الفيبر +7 922 708 0555، أو على الإيميل bst.saaddaoudi@gmail.com. ولا تنسوا شركة بي اس تي تعينكم على جني الأرباح انطلاقا من الثروات الباطنية.
تهتمون. Поехал.